إكسبرس إف إم زيد في القيمة. مثير للجدل. مثير للجدل. نرجع لمثير للجدل في هذا الجزء الأخير. وقلت قبل ما نأخذ الأخبار أنه باش نأخذ معنا ممثل عن حزب حركة النهضة على خلفية التصريح اللي قام به أعتقد رئيس الحركة هذا الصباح حول مسألة تزوير الانتخابات، واللي خلف ردود أفعال مبدئية عنا هوني في إكسبريس أف أم، اعتبارا لأنه ضيفي اللي كانوا موجودين في الجزء الأول اللي هما سي أحمد إبراهيم الأمين الأول لحركة التجديد وعن القطب كان حاضر، وسي أحمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي كان عندهم رد فعل غاضب نحو نوعية التصريح هذا اللي رأوا أنه يشوش على المسار الانتخابي. معايا سي نور الدين البحيري ناطق اليوم باسم حركة النهضة، الناطق الرسمي، وهو أيضا من المرشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. عسلامة سي نور الدين. ومعايا اعتذر أهلا بك. ومعايا أيضا الدكتور صادق بالعيد اللي هو يسمع فيك توا معنا عن قائمة الكفاءة. أهلا سيدي. سي نور الدين، هذا تصريح عن الحركة جاء معناها لخص هنا أولا وعلى خلفية ماذا؟ أنا تمنيت لو كان السيدين أحمد بن إبراهيم وأحمد نجيب الشابي ما يحكموش على تصريح اللي صرح به اليوم الأخرج الغنوشي رئيس الحركة في نادو الصحفية بك المقولة متاع هذا الحساب ولم أقرأ بعض الكتاب. ظاهرا المنافسة الانتخابية خلت البعض يتسرع في نسبة أقوال إلى منافسيه أو من يراه هو أنهم مخالفين في الرأي بدون تروي. اليوم النادو الصحفي في الحقيقة ما تحدثتش على احتمال التزوير أبدا ولم يكن هذا منطلق الحديث. النادو الصحفي اليوم وجه التحية للشعب التونسي اللي أجهض كل محاولات منع انعقاد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المقرر 23 أكتوبر 2011 إن شاء الله، وحياة رجال تونس ونساء تونس وشباب تونس خاصة اللي حمي الثورة واللي حمي معناها هذا الموعد التاريخي اللي هو محل الوفاق، واللي أجهض محاولة معناها دفع البلاد نحو معناها ما يسمى باستفتاء سابق لكذا ونحو كثير المحاولات ونحو انتخابات رئاسية على أساس دستور 59. أي ما هو التصريح نتاع اليوم؟ هذا الموعد الآن أصبح إن شاء الله أمرا واقعا، وهو محوي بقوة الجماهير ومحوي بقوة الجيش الوطني معناها اللي نوجه له التحية بهذه المناسبة، ومحوي بكل مؤسسات الدولة ومحوي بقوة الأمن الوطني اللي كذلك نوجه له ونوجه لكل شعب تونسي التحية، وأنه كان من كان لن يقدر اليوم على تعطيل هذه معناها المحطة التاريخية في تاريخ بلادنا وشعبنا اللي أنجز وحقق معجزة معناها الثورة ضد بن علي بصدد الآن معناها كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الإنسانية بإقدام معناها بدخوله في انتخابات 23 أكتوبر وتحقيقه المعجزة الثانية. فقلنا أنه أي محاولة للمساس من صدقية وشفافية هذه الانتخابات من أي طرف كان بأي طريقة كانت محاولة ما قالها الفشل، لأنه معناها شعبنا معناها متنبه ومستعد تمام الاستعداد لحماية ثورته ولحماية صندوق الاقتراع. على خلفية ماذا سي نور الدين التصريح هذا؟ لم نتحدث على معناها على تزييف، ولم نقل أن الانتخابات المقبلة لن تكون معناها نزيهة وشفافة، بل بالعكس قلنا أنه الآن الانتخابات هي تعبير على إرادة الشعب. إيه لكن على خلفية سي نور الدين يحمي كل مؤسسة الدولة معناها وكل أجهزتها معناها بدون استثناء وحولها إجماع والحمد لله. واضح إذا كنا عفو، لكن فهمني سي نور الدين إلى غيرها. سي نور الدين، على خلفية ماذا التصريح هذا؟ التصريح هذا على خلفية ماذا؟ يعني أنتم تقريبا الحزب الوحيد اللي حكى عن النقطة هذية في الندوة الصحفية. هو ثم حزب يقبل على محطة تاريخية كما المحطة هذية وما يقولش أنه راهو
الشعب التونسي مستعد باش يحمي راتو كما قلنا قبل معناها كما كنا معناها كلام اللي لوموا فينا على كلام هذوما هما اللي كانوا فهمتي في ايام الاولى نتاع الثوره كانوا في حكومه الغنوشي كي كنا نقولوا الشعب التونسي متجند لحمايه ثورته وانه رافض العمل مع معناها بقايا حزب الدستور وانه معناها لن يسمح لحزب الدستور بالعوده لا من الباب ولا من الشباك كانوا يقولوا كلام هذايا لكن في شو تقولوا فيه نحن كذلك اليوم نقول باسمنا كحزب وباسم مناضلينا وباسم كل احرار تونس باسم اللي دافع الثوره ولحماية الثوره ونحن نعتقد الموقف هذا مش موقفنا نحن فقط هذا موقف كل مؤسسات الدوله موقف الحكومه المؤقته وموقف اللجنه المستقله للانتخابات وموقف الهيئات الفرعيه للانتخابات وموقف الجيش الوطني وموقف الامن الوطني وموقف على العالميه انه اراده الشعب التونسي اليوم الحمد لله محميه وانه ليس لاحد ان يمس منها. علاش نوجه لك السؤال هذا يا سي نور الدين؟ خاطر الاسبوع الفارط كان ضيفي سي حمادي جبالي الامين العام لحركه النهضه وقال في حديثه الاكسبريس افام اللي خاصه به واللي تنقلته وكاله الانباء العالميه والوطنيه انه يشتم من خلال تصريح الوزير الاول سي الباجي قايد السبسي ان حركه النهضه لن تكون لها الا 20% معناها في الاصوات انه يشتم رائحة التزوير في الانتخابات. أختي العزيزة تصريح لك حمادي جبالي في لقاء سابق مع سيادتكم وما جاء في النادي الصحفي اليوم أنا في اختلاف مهم ولك حمادي جبالي ما قالش راهو ثم إمكانية التزوير عبر على تخوف أي. من أن يكون الحديث على نسبة معينة لفيت حركة نهضة هو نوع من محاولة لفرض أمر واقع ولكن الحكاية لا فيها لا شمان ولا مش شمان نحن المتأكدين منه وخلينا نقولها بصراحة لكل أبناء تونس المتأكدين منه أنه الشعب التونسي والحمد لله وأنا بالمناسبة نحييه ونقول له إلى الأمام إلى موعد 23 أكتوبر إلى صناديق الاقتراع الحرة المستقلة معناها النزية الشعب التونسي أثبت جدارته بالانتخابات هذه والشعب التونسي الانتخابات هذه تكه بدماء الشهداء وبتضحية مناضليه ونقول كذلك انه بالنسبه لنا سنكون حريصين كل الحرص على ان تكون نزيها لان ما اعطيتوش نسبه خلال الندوه الصحفيه نسبه معينه من القانون وموقفنا واضح وصريح ونحن في الحقيقه بالعكس نحن حيينا الشعب التونسي لا خلينا من الشعب يعني خلينا من الشعب انتم وقتت حكايه سي حمادي على اساس خلفيه التصريح كما قلت لك تخوف من حاجة. هو تخوف وليس لا ليس تحذير نقول انا والله خايف لو كان النقطه الفلانيه يوقع استغلالها سلبا لكن الموقف الاساسي صحيح اللي يهم التخوف انه يا شعب من صوتك يوم 23 لن يزيف لن يتم صبيغته من جديد لان صبيغه اتقطعت في البلاد والحمد لله ما عادش تم صبيغه سي نور الدين سؤال اخير ونحن معاك حامين نيراتك سؤال اخير سي نور الدين ما عطيتوش رئيس الحزب ما عطاش نسبه لربما تفوز بها النهضه خلال الانتخابات هذه صدقيني اذا قلت لك انه في قياده الحزب وفي مؤسساته اكثر شيء يهمنا قبل النسبه اللي مش يفوز بها حركه النهضه وقيمه حركه النهضه هي نجاح الانتخابات. نحن عطيتوش نسبة. تكون عرس لتونس. شكرا. عرس للثورة، عرس معناها للثوار. شكرا جزيلا سي نور الدين الحيري. معناها في تونس اللي تحدثوا على معناها فلان عدويا وفلان عدوها في الحقيقة غالطين في حق أنفسهم في حق الثورة وفي حق تونس. نحن عدونا هو الفقر وعدونا هو الجهل. واضح. وعدونا هو التخلف وعدونا هو الاستعداد. واضح موقف الحركة شكرا. يا اهلا وسهلا به ونحن مقرين بنتائج الصندوق وفرحانين بها مهما كانت النسبه التي سنقوم بها شكرا كان هذا موقف نتمناه باش نحظاه في شعبنا وشعبنا الثقه اللي يعطيها لاي انسان نحن قابلين به وخاضعين له كان هذا موقف حزب حركه النهضه مما قيل انه تقال في الندوه الصحفيه وحول مساله تزييف الانتخابات وتزييف اراده الشعب وايضا تصريح رئيس الحركه بنسبه معينه قد تفوز بها حركه النهضه.